ايه كسبها. هاني جيت له برا. يا اخي ما وصلتلكش قضيتك. وصلتني وصلتني. تشبيك شريف اخي منجيك كان على خاطر فلوسه؟ لا لا مرحبا بيك. انا فرحان والولاد فرحانين برشا اللي انت روحت. حتى انا فرحان. ما الدنيا تبدلت. شنو اللي تبدل عليه؟ ما كل عام تجي تعدي جمعه ولا 10 ايام فاكونس. ايه ما في تونس تجي فاكونس سافا ما باش تعيش فيها حاجه اخرى. بيه كل شنو برنامجك انت تو؟ ما عنديش برنامج. شو ما عندك حتى برنامج؟ شو تقعد قاعده؟ ما يزيش اللي خدمته حياتي الكل من عمره 13 سنه تفكر قداش بابا كان عامل فينا؟ هو عند الحق نرتاح. جوستومون هذاك علاش انا اليوم جيتك. جابوا لي مشروع نتاع ثم ثم. انا نجم نتلهى لك بيه من الاول للاخر. وانت اقعد على روحك. جوج تشوف لنا حكايه التمويل، واش بتروحك؟ لا لا والله انا تعب ومخي مش في المشاريع جمله. خليني نحكي لك عليه بلكي يعجبك. لا لا ما تريس با. ايه وانت شبي عمرك ما تطلع علينا في الدار؟ طلع الصغار واللي شفت بحذنا قد ما تستعدك نجيت؟ تو نجي تو نجي. هاو بزيت الايامات قدامنا وقرب لبعضنا. مشيت لخوك؟ مشيت له. وعجبه المشروع؟ يا اخي انا وصلنا في عجبه ولا ما عجبوش، الراجل ماهوش قابل الفكره من اصله، وما خلانيش حتى نحكي له عليه. اخي ما يحبش يشاركك ماهوش خوك؟ انا بدي مانيش فاهم. اخي ماناش عائلته، يحب ناش الخير، وزيد انت ماكش طالب منه فلوس. احنا نحبوا شكون يمولنا المشروع، وزيد هو اللي مشات له ربح معنا في الاخر. قلت له، قال لي اختاني، تعبت، خدمت برشا في حياتي ونحب نرتاح وما عادش عندي مخ للمشاريع. اخي قلنا له باش يضرب البلا والبيوش. انت ما وين صح شيك؟ يضمن فينا مع البنك. يا سيني عاش ولدي انا سدعته للفطور والعشاء تلفني. خلي سايب فلوس. اخي علاقتك معاه باهية. لا تشكر للذم. عندك شا عندي كنا نخدموا مع بعضنا. اما بعمرنا ما كنا فرجوا. بعد مشى لفرنسا. بشويه بشويه بدات الجوابات والتليفونات تنقص. لين غاب 11 سنه. واكترى. هو اللي جي كان العوام الاخر. تيهاو يبعث لنا في الفلوس ويعاون فينا. تبعث لنا في حكايه فارغه بالنسبه للي يملكوا. تطير ملامك هاو. صحيح. خلينا نتنفسوا بالباقي. انا كل ما نقرب له يتلفني. وحتى اخوي كيف كيف راه. تقول ماناش ولاد خوه. يا اخي فما حاجه بيناتكم ما في باليش بها. علاش؟ عمي ما عنده حد. كان جات دنيا دنيا راهو هكا هكا بينا. لا لا وليدي ما فهم حد شيء. عمك يحب روحه برا ومن الاول بري ما يحب حد. اي الحمد لله عليكم كي توضعت وقعدت معايا على فرد الطاوله. برا تو عاد مفيدتي انا ديما ملمومين. علاش انت امي ما عجبك شيء؟ برنا رام. تكلمت انت بابوش ومصه. امان يا مفيد. والله خايف لان هذا اخر نبداو معرسين. خليهم سنه نجيو نفطروا نتعشوا بحذاك. ما لقيتكش وانت عازب باش نلقاك وانت معرس. اما لا تغلط يا مفيد على خاطرني انا بالذات نحب نعدي حياتي الكل معاك. حطينا لا يضحك علاش تحرمنا منها الضحك. شنو هي هذاك انت في يدك؟ ولادك امي طلعوا اهل بر واحسان. هكا شريف عنده صاحبه مريض في السبيطار. لازمته شويه دم. مشينا ثلاثه تبرعنا. شفت البلانتيت؟ عملنا المليح ولا؟ اما كل فرم اللي هبلني تحيش بجيش بسخير لي ترومبه بتاع ايسونس. بالامان قلت له خليني شويه دم راني مروح على زقايا. وهذا خرج من الدم زاد في بيري باش خرج منه الثلج انا. اما برجوليه تفجع الزريق. انت انا مرتين تخبك مش تبطل انت. والله زعما انا مبطل. مديت يدي بالحشمه وكا هاو. خليني نجيب مخبز خدوجه. بنتي الصغرون انت بنت شكون؟ بنت بابا. بلا بوس بوك. ايش بنتي الصغرون؟ مش تفطر هونيا؟ اي شنو تحب نطيب لك؟ اي حاجه شايحه براس بوك. عندي كلق في المعده. لاباسه؟ لاباسه.
يظهر لك القرحة تحير عليا شوية. لطف عليك. هاو عندي كافي سكون نعطيك. لا لا مش لازم، شوية وجيعت وتمشي على روحها. باهي، هاو باش نمشي نوصل سارة هنا. أنا نكمل الخدمة نروح ديريكت. إن شاء الله نهارك زين. عايشك. لطيفة. مفيدة. باش نموت يا لطيفة، باش نموت. شفتم؟ باش نتفتح يا لطيفة. ادخل ادخل. ما عادش نجم نقف على ساقي. شفما؟ شريف، شريف هز الولاد تحليل الدم، قلت لك مش باش يسكت. وا يا اخي بالتحليل ينجم يطلع انا هو ولده. مالا شنو؟ وكيفاش هزهم؟ اش قال لهم؟ قال لهم صاحبو عمل لاكسيدون وهزهم يتبرعوا بالدم. كيف ساعدوا؟ برا طلعوا. يا اخي باش يمشي يقول له هو. باش يحشم مني؟ لا لا ما ينجمش. يخاف لا يخسر كل شيء يا ديني. يا بنتي ما عنده ما يخسر، انا اللي باش نتفضحه ويجي معاش نجم نهزهم القاعة. انا ما نتصورش احكي له. يا رب العشرة اللي ما بيناتكم. وزيد انت مشي له. فهم وقل له اللي قاعد يعمل فيه باش يخرب على راس الناس الكل. انا نتصور ويقدر ويفهم هذاك. معاش نجم نتنفس هنا. قدرة ربي لاباس. بسم الله العظيم. منير. 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 ما مشيتش تخدمها؟ قوات لي الوجيعة متاع معدتي. كلمتها وقعدت. ما شبيك لطيف؟ ما تسحق شيء؟ أرمي علي خطايا عايشك. باهي. إن شاء الله لاباس. عايشك. شبيه لتوا؟ نعوف الثنية قريب يجي. علاش ما حبش يعطيني ريزلتا بالتليفون؟ هكا بالتليفون؟ ويزمو يعمل لها طاولة وكراسي باش يخلص. وانتي كي باش تعرف انا هو من ثلاثة ولدك باش تعمل؟ تجي ساعة ريزلتا وبعد ربي يعمل لي. على حسابك مش عليك ملك المغرب. ما تعرفش شكون باش تخلي العرش. مجد انت عندك دارك وعائلتك وصغارك تنجمش تفهم. انا هو من ثلاثة ماذا بيك يطلع ولدك؟ تعرف عليا فما حتى واحد بيض وتشبه الاخر. الكرش صباغة دباغة. يوكي باش تعرف باش تقول لامه؟ ليش مشكلتي هذيا توا؟ اما بالرسمي انت ايغويست. يمكن هكا ربي قاعد يرجع لي في فعلي. هاو اليوم باش نخلص اغلى ايترا دم في التاريخ. كنت ساقط ومازلت ساقط وتقعد ديما ساقط. اسال على صاحبك استغنيشي. اما الطبيعه هي هي. ما نفهمنا على حاجه ولا تخدم في مخك تو تعرف تحليل دمه. ماهوش صحيح. سامحوني يا جماعه شريفه تو مرجعه. شنو برنامجك؟ تاه قول لي. باهي هاك طلعت ولدك باش تكتب له كل شيء اللي هو وتخلي الاخرين. صحيت سيد رجال ما قصرتش. انا اللي ظلمه روحي. قد ما عملت فيا ما شعفتش وباقي عاطي الثقه في واحد غدار تفكنتي. اش فما زيد؟ زيد بهنس عليه وقول لي اش فما زيده. هدي روحك وقول لي اش فما. باهي هاك هزيتهم الاولاد وعملوا تحليل الدم وطلعت شكون ولدك. شنو تعمل؟ تخلوا ذنا تحليل وانا دم بتاعك. راك غلط على طول الخط. الولاد كانوا بعدايا جاني تليفون قالوا لي صاحبك عمل اكسيدون دخل البلوك حاجته بدم تبرعوا معي. شنو اللي فيه؟ هذه حكايه الغافل. اما نعرفك مليح. تظلم فيا انت. نقولوا طلعت ولدك صحه ليك. اما والله جرب حل فمك واش بدلو. ما نرحمكش هاني نبهت عليك. معناتها انت تجم تظلمني؟ انت جرب حل فمك وتو تشوف. لا نعرفك تحبني ما تجمش تظلمني. تحبك لفعه ان شاء الله. ما لا احلف براس ولادك اللي انت ما عادش تحبني. انت هبلت. يحلف عاد. عبد كسرتك. نمشي نحل الباب.
خلاص يا مسي شي. أنا نبهت عليك. شكون طلع؟ تعرف سي شريف اللي عملته اختار صافي ولعبت برقبتي على خاطري، راهي الحكايه فيها حبس. يعني عندك تحليل؟ عندي، بتاع ثلاثة أولاد. تلزينا غيرك سات علينا الظروف وبنات ملهوف اتبعنا وتشرينا والقلوب كي طعمة ما عاد تشوف وبنات ملهوف يا دنيا يسينا حنن القلب علينا وروف كان تعمل معروف يزي ما قسينا غير نشوفوا الايام السينا خبينا الدمعة في تبسيمة وقلنا غدوة يجينا نهار جديد قلنا غدوة عيد وتفرح اللميمة وخطوة مستقبلنا مش بعيد وما تتبدل ريد والفقر مش جريمة حكمتوا علينا من بعيد رميتونا ورا الحديد والدمع في عينينا يا مو يا مليالي في الظلمة بكينا يا دنيا يزينا يزي مكاسينا